وللمزيد من التوضيح والتفصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. بعد تحية لك أستاذ محمود، يعني بداية أسألك حول ما طلع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان، ووجه أيضا بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية له. كيف ترى أهمية هذا المشروع في هذا التوقيت؟ طبعا احنا قدام مبادرة رئاسية مهمة جدا، وهي مبادرة بداية، وتنضم لعدد من المبادرات الأخرى التي تنصب وتهتم بالمواطن المصري بالإنسان المصري في الجمهورية الجديدة. احنا بنتكلم على مشروع بداية، بنتكلم على مبادرات الصحة التي أطلقها السيد الرئيس، ثم مبادرة حياة كريمة، ثم رعاية السيد الرئيس لعمل الاتحاد الوطني من أجل العمل الأهلي. وده أتصور إن احنا قدام مجموعة من المبادرات اللي هدفها الرئيسي هو الإنسان المصري. الملاحظ في عمل الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، إنه الإنسان هو محور وهدف وغاية كل برامج العمل اللي بتقوم بيها هذه الحكومة. ربما منذ اليوم الأول وهناك تركيزا على فكرة بناء الإنسان، وربما عشان كده شفنا منصب استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية. وهنا إحساس من الدولة المصرية بأهمية التنمية البشرية وأهمية استخدام البشر وتوظيفهم بشكل جيد وبنائهم بشكل جيد، وده اللي بيرتبط أتصور في تقدير يعني والهدف الرئيسي اللي وضعه السيد الرئيس منذ بداية توليه، وفكرة بناء الإنسان. وهنا إحنا قدام عمل متكامل بتقدمه الدولة المصرية بكل منظومتها الحكومية ووزرائها ومحافظيها وكل آلات الدولة موجودة ضمن هذا المشروع. يعني هو الموضوع مش بس جزء في بناء الإنسان، فبيبقى إحنا قدام لفظ براك، ولكن كمان في عمل محدد موجود داخل هذه المبادرة. أذكر منها الخدمات الطبية، وده هنا بنتكلم على التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والقضاء على قوائم الانتظار، أيضا التعامل مع فكرة توفير الدواء، وهنا بنتكلم على صناعة وتوفير للدواء بسعر مناسب، وده صناعة كبيرة، ومصر كمان ليها إسهامات في هذه الصناعة الآن داخل أفريقيا. فإحنا عندنا هنا تجربة مصرية بالفعل بدأت تشق طريقها من داخل مصر إلى العمق الأفريقي. يعني بالتأكيد أستاذ محمود، زي ما حضرتك ذكرت، إن هناك يعني عمل متحد بين وزارات الدولة المعنية كافة بتطوير أو بهذا الملف، ملف التنمية البشرية الذي وضعه السيد الرئيس في مقدمة أولويات هذه الحكومة. يعني بالتأكيد كما حضرتك ذكرت، هناك اهتمام كبير بمسألة تطوير القطاع الصحي، تطوير حوالي بنتحدث عن 30 مستشفى، 500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل. وبالتأكيد هذا يعني ما يعبر عن الاهتمام الرئاسي بملف الصحة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا يعني وجه بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، وهنا ربما للمرة الأولى بتشهدها الدولة المصرية اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الصحة النفسية. إلى أي مدى بيعبر ذلك عن الاهتمام الشامل من قبل القيادة السياسية بالجوانب الصحية كافة؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه الصحة النفسية الآن لم تعد طرفاً، ولكن هي جزء من حياة غالبية البشر على كوكب الأرض في القرن اللي احنا عايشينه. لما بنشوف دول أخرى بدأت يعني تهتم بهذا القطاع الصحي وأنه مهم وأنه متداخل حتى وسبب في أمراض أخرى، يعني الضغط النفسي والاكتئاب والتوتر، دي بقت أمراض داخلة كمان في تأثيرات على جسم الإنسان أخطر من أمراض تانية كان بيتم التعامل معها في الفترة اللي فاتت بكثير من الحرص وكثير من الاهتمام. لكن النهاردة الاهتمام بالقطاع النفسي والصحة النفسية، هنا الدولة المصرية بتخش على الهموم الحقيقية للإنسان المصري المعاصر. هنا بنتكلم على ما يحتاجه الإنسان المصري الآن تهتم به الحكومة وتوجه
انه يبقى جزء من مشروع ومبادره كبيره جدا على السيد الرئيس لبناء الانسان. وبناء الانسان هنا بنتكلم على التاهيل وبنتكلم كمان على التكوين النفسي للانسان. وهنا عشان المجتمع يصبح سويا من المهم ان الجزء النفسي ده يبقى جزء كمان من العمل الطبي اللي بيتقدم والخدمات الطبيه بتتقدم من بدايه الولاده وحتى السن المتقدمه. هنا بنتكلم على تتابع للاجيال وللاعمار بترعاها الدوله المصريه بكل مشتملاتها، وكمان بتركيز على الاحتياجات الحقيقيه لكل مرحله عمريه بيمر بها الانسان المصري. لذلك الجزء النفسي اتصور انه من الاجزاء المهمه جدا، ومن الاجزاء اللي بتؤكد انه الدوله لديها رؤيه يعني واسعه جدا للمواطن المصري المعاصر واحتياجاته، وبتحاول انها توفرها وبتحاول ان هي تعمل عليها وتطورها، لانه كمان الطب النفسي في مصر يحتاج الى تطوير ويحتاج الى يعني اجيال جديده تدخل فيه حتى يصبح يعني على مسافه متساويه مع باقي التخصصات الطبيه المصريه. ولما الدوله تدعم ده اتصور ان هو ينعكس بشكل ايجابي جدا على انه ده يبقى عندنا قطاع نقدر المصريين يثبتوا نفسهم فيه ويبقى قادر انه يوفي ويستجيب للمتطلبات المتطوره اللي حصلت في المجتمع. خليني هنا أيضا يعني أتحدث حول توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم حوالي 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة أيضا غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي. وهنا يعني أتحدث عن حق كل مواطن مصري خاصة من هذه الفئات في أنه ينضم إلى التأمين الصحي الشامل. ما الذي يعني هذا التوجيه المهم من السيد الرئيس؟ يعني هو في الحقيقة السيد الرئيس لما وضع هذا التوجيه هو سن سنة مهمة جدا وحميدة جدا، أنه الدولة المصرية تنظر المصريين جميعا على قدم المساواة. فالحقوق والواجبات تتوزع على الجميع الآن. والحقوق هنا بنتحدث عن أن كل مصري على أرض مصر يستحق كل رعاية طبية وكل رعاية اجتماعية وكل رعاية صحية تليق به وتليق بالدولة المصرية وبالجمهورية الجديدة. وهنا يصبح كل مواطن مصري جزء من قاعدة بيانات واسعة بتقدم الخدمات بتقدم فيها الدولة المصرية خدماتها الطبية للجميع دون أن تنظر الى يعني من امامها. هي بتنظر انه مصري فقط، فالمصري هنا يعني بالبطاقه الشخصيه بتاعته باثبات الهويه بتاعه يصبح مستحقا لكل الخدمات الطبيه اللي موجوده داخل هذه المبادره. وهنا احنا بنتكلم على قطاع كبير وقطاع مهم وقطاع يعني يساند الاقتصاد المصري، وهو قطاع البناء والتشييد، لانه في الحقيقه هو القطاع المصري الرائد والقاطره التي تجر الاقتصاد المصري والتي تقدم فرص عمل وتقدم ايضا إسهاماتها القوية للقطاع المالي وللاقتصاد المصري والاستثمار المصري. فبالتالي هو قطاع مهم الاهتمام به بينعكس إيجابيا على تنمية هذا القطاع، ثم كمان يعني يصبح من حق المصريين ويشعر المصريين أنه دولتهم تراهم ودولتهم يعني توفر لهم كل سبل الرعاية بكافة قطاعاتها وبكافة سبلها. أتصور ده إيجابي جدا، وكمان بيدي كمان مؤشر حقوقي، وهنا هتكلم عن حقوق الإنسان، وهنا بنتكلم عن الحق في الصحة. هنا الدولة توفر حق في الصحة لجميع المصريين ولكل كل من يستحق، حتى لو مش موجود في برامج الحماية أو برامج التأمين الصحي الشامل. فده انعكاس جيد جدا ومؤشر إيجابي جدا على اهتمام الدولة بالحق في الصحة بشكل عام، يعني تحقيق مبدأ العدالة لكل مواطن مصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم على هذه المداخلة. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تستهدف المرحلة التي تبدأ من عمر قبل 6 سنوات ويطلق عليها المرحلة الذهبية،
وذلك من خلال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للأطفال من بدء الحياة حتى 6 سنوات، وتوفير رعاية صحية قبل الحمل للمرأة، هذا فضلا عن خلق بيئة آمنة تضمن حمل وولادة آمنة، وخلق مناخ صالح لتربية إيجابية وتطويرية عالية الجودة تعمل على تحفيز قدرات الطفل على التعلم من بداية نشأته. كما تستهدف المبادرة تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، وذلك لتحقيق أفضل المخرجات الصحية مثل تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية وتخفيض معدلات وفيات الرضع وحديث الولادة والأطفال تحت سن 5، وأيضا حماية حقوق الطفل في أسرة واعية وحمايته من العنف.